قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان يسوع ملك المجد. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، حيث تركز الحوار حول المعنى الروحي ليسوع الملك الذي هو ملكوت الحق والبر والقداسة، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع كل من الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين في رمامين والباحث والمفكر الدكتور جلال فاخوري. فإلى هناك. أبونا، هل بتلاحظ أنه في بمعنى الروحي ليسوع الملك، هل عم بيتناقض مع التحديات الحياة ومواجهات البشرية من خلال الأمور أنت يعني عم نلاحظها حوالينا؟ أبدا. يعني كيف الإنسان بده يطبق هاي الروحانية مع الحياة اللي عم بعيشها؟ شوفي، نزة الإنسان للكبرياء واضحة دائما ومن البداية. نعم. يعني إذا بنرجع لبدايات الصفحات الأولى من الكتاب المقدس، لما الشيطان تكلم مع آدم وحواء قال لهم إذا بتاكلوا من ثمر هاي الشجرة بتصيروا آلهة، تميزوا. نعم. بين الخير والشر. فنزعة الإنسان إنه يضع حاله مكان ربنا هي المشكلة الأساس اللي بتواجهنا. فوجود عيد يسوع الملك، ولما بنعرف إنه أنا وجودي بهالكون هو نابع من وجوده، نابع من مجده، وكل ما بحياتي هو بهدف لمجده، بهدف لإني أمجده في حياتي وفي كل أعمالي، هذا الشيء اللي بحررنا من تخوفاتنا من الزمن المحولينا. كل شر بهالعالم بعيد عن ربنا، ما بقدر أقول إنه مصدر من ربنا، لربما ربنا يسمح بحدوث الشر أو بوجود الشر، ولكن هو مش نبع الشر، هو نبع الخير، نبع الشفاء. يعني بطلب بصلاتي بطلب من ربنا الشفاء. نعم. ما عمريش أنا بطلب العقاب ولا بطلب المرض لأي إنسان، ولكن بحياتنا نحن عاجزين كتير مرات عن عيش الاستسلام الكامل. لما نقول الرب راعي فلا شيء يعوزني، أنه أؤمن حقيقة أنه كل الأمور تعمل معا لخير الذين يحبون الله. نعم. فبالتالي أنا بمحبتي لربنا بتمجيدي لإله بقدر أسخر كل ما في هذا الكون أنه يكون في خدمتي، حتى ولو كان الشر ولو كانت الصعوبة، ربنا قادر أنه يسخرها من أجلي ومن أجل خدمتي. هذا العيد وضعه قداسة البابا بيوس الحادي عشر عام 1925 يلفت انتباه المسيحيين إلى وجوب تمليك المسيح على الأفراد والجماعات والمجتمع في زمن قوي فيه شوكة الشيوعيين الملحدين الذين نفوا وجود المسيح وحاربوا الكنيسة. فإذا كانت الكنيسة قد جعلت عيدا خاصا يسوع الملك، فذلك لكي ترسخ في أذهاننا هذه الحقائق الثلاثة: يسوع ملك، ثانيا ملكه روحي، وثالثا أنه لن يكون لملكه انقضاء. إذن سنتحدث عن هذه الأمور الثلاثة. أولا يسوع ملك، نجد هذه الحقيقة في الكتاب المقدس. أولا عندما بشر الملاك مريم العذراء قال لها أنها ستكون أما لابن العلي الذي سيوليه الله ربنا عرش أبيه داود ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر ولن يكون لملكه انقضاء. ثانيا لما جاء المجوس يسألون عن يسوع في أورشليم قائلين أين الملك الذي ولد؟ فقد رأينا نجمه طالعا فجئنا لنسجد له. ثالثا نظر الناس ليسوع نظرة ملك. أبونا بس لو بتسكر عندك التليفون أو إذا فاتح الفيسبوك. ثالثا نظر الناس ليسوع نظرة ملك بعد أن سمعوا تعاليمهم وشهدوا عجائبهم، وبعد عجوبة تكثير الخبز هموا باختطافه ليقيموه ملكا، فابتعد عنهم وعاد وحده إلى الجبل. رابعا نادى الشعب به ملكا يوم أحد الشعنين حين دخل أورشليم، وراح الشعب يهتف قائلا تبارك الملك الآتي باسم الرب. خامسا اعترف هو نفسه أمام بيلاطس لأنه ملك حين سأله هذا الأخير أأنت ملك إذن؟ أجابه قلت أنت أنا ملك. سادسا وأخيرا علق على الصليب، وضع
وضعوا فوق رأسي علة الحكم عليها كتب هذا يسوع ملك اليهود. وراح الصالبون يسخرون منه قائلين إن كنت ملكا فخلص نفسك. لكن لص اليمين اعترف به في تلك الساعة الحاسمة ملكا فطلب منه أن يدخله ملكوتهم. اذكرني يا رب إذا ما جئت في ملكوتك. ثانيا يسوع ملك ولكن ملكه روحي. هذا هو موضوع الخلاف بينه وبين بني قومه. أرادوه ملكا زمنيا فكان ملكا روحيا. وقد أوضح لسامعيه أنه أرسل ليبشر بملكوت الله الذي فيه الأولون آخرون والآخرون أولون. الأولوية فيه للفقراء والمساكين والمرضى والخطأ. روح الرب علي لأنه مسحني وأرسلني لأبشر الفقراء وأبلغ المأسورين إطلاق سبيلهم والعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين. هذا الملكوت الذي فيه الأولوية ليس لقرابة الدم بل لقرابة الروح. اليهود المتباهين بانتمائهم إلى سلالة إبراهيم قال إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ولأولئك الذين يقولون له إن أمك وإخوتك ينتظرونك في الخارج أجابه إن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به. هذا الملكوت الأولوية فيه للمتواضعين للمتسامحين لأنقياء القلوب للأغنياء بالله وليس بالملابس والمال. لقد كان صريحا إلى أبعد الحدود يوم وقف أمام بيلاطس وقال لهم ليست مملكتي من هذا العالم ولو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عن رجالي لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن مملكتي ليست منها هنا. ثالثا لن يكون لملكه انقضاء. خلق الله الكون ومنذ ذلك الحين والكون يطيع أوامر الله بدون استثناء. لكن خليقة واحدة لا يزيد طولها عن مترين أحبها الله وخلقها على صورته وفداها بدمه وأطعمها جسدا تتجرأ وترفض الخضوع إلا على وهي الإنسان. بدي أذكر حضرتك وأذكر المستمعين بأنه قبل ميلاد السيد المسيح الفعلي الجسدي 600 سنة أشعيا النبي وزكريا النبي قالوا وذكروا كلمة الملك العادل القوي. نعم. وهذا يعني أن كلمة ملك لأنه سؤالكم أنتوا حول من إجت كلمة الملك. نعم. جاءت قبل 600 أو 700 سنة أو 1000 سنة حتى من ميلاد السيد المسيح الفعلي. مما يعني أن كلمة الملك أي يملك على الأرض بدليل المزمور اللي قال قم يا إلهي واحكم على الأرض لأن حكمك عادل وقوي. من المزمور أي بمعنى آخر باختصار أن كلمة الملك لم تجي اعتباطا إنما قالوها أنبياء بني إسرائيل قبل 600 أو 700 سنة. نعم. ثم جاء اللي ذكره أبونا منصور واللي ذكره أبونا حجازين واللي قالوا كلهم وجاء على لسان السيد المسيح مملكتي ليست من هذا العالم لو كنت ملكا لكان انتشلوني كذا عسكري وهكذا. يعني إذا كلمة الملك ليست مفتعلة وإنما جاءت من الأزل.